ومن سوهاج ننتقل شمالا إلى أسيوط، حيث أعلنت اللجنة العامة للانتخابات فوز 20 مرشحا في 9 دوائر بالمحافظة، بينهم 12 نائبا مستقلا و8 نواب يمثلون الأحزاب، منهم نائبان للمصريين الأحرار. ففي الدائرة الأولى بندر أسيوط فاز المرشح المستقل تادروس قلدس أمام منافسه المرشح محمد الصحفي، وكان المرشح المستقل محمد حمد الدسوقي قد حجز مقعده من الجولة الأولى بين نواب البرلمان. وفي الدائرة الثانية مركز أسيوط فاز المرشح المستقل البدري أحمد ضيف والمرشح جمال عباس أمين حزب المصريين الأحرار.